هيثم قال رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس أن المجلس قرر إمهال الحكومة أسبوعا للتراجع عن مشروع القانون والنظام، وإنه في حال لم تستجب الحكومة لتلك المطالب فإنه سيتم تنفيذ وقفة حاشدة للمطالبة بإسقاط الحكومة. فإنني أعتقد أن هذا القانون ستكون وصمة عار في تاريخ الأردن، وما هذا الجمع إلا رسالة لصاحب القرار أن الشارع الأردني يغلي رافضا لهذا القانون، لأنه يمس الشريحة الفقيرة والمعدمة خلاف ما يقال، وبالتالي يتعارض مع الدستور. عرضوا على مجلس النواب في دورة استثنائية غير دستوري، ويتعارض مع النص الدستوري، لأن حالة الضرورة بالفهم القانوني والتفسير الدستوري غير متوفرة، وبالتالي رفضوا رفضا قاطعا. نحن سنقول كلمتنا برفض هذا القانون دون مناقشته أو عرضه على المجلس. هو وصل المجلس ب 23 شهر، لكن رفضنا له بالدورة العادية وليس في هذه الدورة، ولذلك لا حوار مع الحكومة، لأن القانون خرج من صلاحيات الحكومة وهي بيد مجلس النواب. الحالة الوحيدة اللي بتحق للحكومة سحب هذا القانون. فأين مجلس الأمن القومي؟ وأين المطبخ السياسي؟ وأين مجلس السياسات الاقتصادية الفاشل الذي لم يكن له دور إلا اليوم يعلن موقفه بالاحتجاج على هذا الاعتصام السلمي، الاعتصام السلمي المعبر، وليس عصيان مدني، وليس عصيان مدني. جاء ذلك عقب الإضراب الذي نظمته النقابات المهنية والفعاليات النقابية والحزبية والاقتصادية والشعبية من الأردنيين كوقفة احتجاجية أمام مجمع النقابات المهنية في العاصمة عمان. كان ذلك الأربعاء كجزء من الإضراب الواسع الذي تشهده محافظات المملكة رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل. أمام صفقات القرن المشؤومة، لذلك نتوجه الآن بهذه الوقفة، وقفتكم إلى الحكومة للاستجابة لنا بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، ونعطيهم المهلة إلى يوم الأربعاء القادم. وندعوكم أيضا إلى مثل هذه الوقفة يوم الأربعاء القادم في مثل هذا الوقت. لتقرروا في حالة عدم الاستجابة إسقاط الحكومة التي لم تستجب لكم. وسيكون لنا أيضا اجتماع نقيب المحامين الأردنيين مازن رشيدات قال أن محاولات ترهيب المشاركين في الإضراب هي محاولات مرفوضة، وإن الحكومة طلبت من النقباء إشهار ذمتهم المالية على الرغم من أنهم ليسوا موظفين حكوميين، بالرغم من وجود بعض الموظفين الرسميين لم يقوموا بذلك. ورفع المشاركون يافطات كتب عليها عبارات استنكارية لمشروع القانون في دعوة منها للحكومة بالبحث عن وسائل أخرى لوقف المديونية بعيدا عن جيوب المواطنين. وهتف المشاركون في الإضراب ضد سياسات الحكومة ونهج الإفقار وزيادة الأسعار والضرائب، مطالبين بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب والعودة عما تنتهجه الحكومة من إجراءات اقتصادية وتعولها على جيب المواطن لسد عجزها. وكانت النقابات المهنية دعت للإضراب عن العمل بعد رفض رئيس الوزراء هاني الملقي سحب مشروع القانون الذي يراه مواطنون استهدافا لجيوبهم، في حين تدافع الحكومة عنه وتقول إنه لن يمس الشريحة الأكبر من الأردنيين.